تفرد بالمسائل خالف فيها جمهور العلماء كمسألة أنه بدع زيارة مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه دارت دوي كبير وأثر كبير حتى على نفوس العلماء وقيل من أجلها سجن متين. إن شاء الله. مما ذا ابن الإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني أبو عبد الرحمن وأبو زيد. أن أبوه كان إماما. هاجر في رحلة من المشرقية والتقى بابن تيمية فناظر فظهر عليه هكذا تقول الرواية فناظره فظهر عليه قال العلماء في أي مسألة ظهر على ابن تيمية؟ في مسألة التوسل وفي مسألة زيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو عبد الله الشريف التلمساني هذا كان عام كبير داخل أبو عبد الله المقاري يخلون المقاري ما كان جمع إصلاح ثلاثة مقري صح كتاب الحطيب لا جده القواعد ابو العباس ابو عبد الله المقاري تتلمذ عليه ثلاثه من اساطير العلم وكلاهما كانوا مصلحا في مجاله تتلمذ عليه ابن خلدون كان مصلحا في علم الاجتماع وتتلمذ عليه الشاطبي كان مصلحا ومجتهدا في باب الشرعيه وتتلمذ عليه ابن الوزير الخطيب وابن الوزير الخطيب كان مصلحا في باب السياسه والادب هذا ابو عبد الله كاين في التصوف هذا العافية التلمساني كان الشيخ القايد كان الخلو يعقدوا هناك وكي زارها الشيخ الشعراوي الشرع عليه هذه قليل اللي يعرف هذه حقيقه هذه عام سمعت بها باللي زار لا هذه داروها زاره الشيخ كان الشيخ لا لا في المنى لا لا قصه معروفه بصح شباب قليل شباب فنا وشيخه ودمنا طريقه الشيخ الشعراوي كي جا هنايا قال اريد ان يوصي